كوش سبتل كامل الليمون اي كاشيك مقاول علي ضروري ضروري موقيتو يا ودري كما كتشوفوا معكم ار على فيديو جديد او رياكشن جديد الاخوان. اليوم دري عنا واحد رياكشن على شرقي الدراري تراك كوبرا وانا اليوم دري عنا الرياكشن هادي غنشوفوا البلان كي داير. راه شرقي الدراري ديجا درت عليه واحد رياكشن اخرى كان فريمون الاقبال ديالكم واعر وهذا البلان اللي ناضي الدراري ودليل كانه كيعجبكم التراكات ديال شرقي بلان الشباب. حاجه اخرى الشباب هذا هو رياكشن الثاني ديال هذا النهار هذا الاولي درت لكم على فارغاس الثانيه الدراري على الشرقي. البلان ديال كوبرا راه نتوما عارفين كنشوفوا هنا واحد الكوبرا بغارتنا واحد الرانج روفر الشباب ما عرفناش البلان شنو كيعني ما هو المغزى ولكن طبعا كما كنقول لكم راه ملي كنديروا الرياكشن كنكتشفوا البلان كامل وكنعطيكم الراي ديالي على التراك وكنشوفوا واش هذا التراك فريمون غيمزكنا ولا لا. ابار كنبغي ندي النظريه ديالكم الدراري يعني ضروري خصكم تكتبوا في لي كومونتير ماشي ضروري طبعا فهمتي الا كنتم مهتمين لي كومونتير الشباب تكتبوا لنا تماك واش عجبكم طبعا انتم التراك ولا لا. واي واحد اول مره يكتشف الشرقي راه فريمون يدخل الشين ديالو راه عجبكم البلان ديالو بصح داكشي فريمون ناضي فهمتوا. ديجا الدراري كنت دربكم فلاش باك على التراكات ديالو. كاين دراري جداد اللي عجبهم الشرقي وكاين دراري اللي فريمون كيتمزكوا الشرقي حيت خونا هارب ديال بصح فهمت. ما كنقولش شي واحد هارب حتى كيكون فريمون هارب واي واحد كيما كان التراك عنده ناقص غنقولو ناقص يعني باش نكون واضح باش ما نتعطل عليكم غنبداو دابا كو كوبرا سيوفا العصابات شفت جانج جانج باقي دوم باقي كونترا باقي هذا اخي الشرقي باقي دوم باقي كونترا باقي فرعون باقي الحقره كنغيبو نرجع كنبسيهم نفرح كنزلهم الصخره بودره الشاش تحارب في وسط الكوبرا مقاودة نويت اصلا باقي دوم باقي كونترا باقي فرعون باقي الحقرة باقي الحقرة شيت ونرجع كنبات فيهم نفرح كنزلهم كنغيبو نرجع كنبات فيهم نفرح صخرة بودرة كنزل لهم صخرة بودرة نويت عشير نويت مقاودة الجاج كحال في وسط الكوبرا دور تحرقت هادي جيب الجاج كحال في وسط الكوبرا بلان ناري راح كنزلهم صخرة بودرة الشاش تحارب في وسط الكوبرا دور تحرقت هادي نجيب اوترا دوز شتاك بابا باش ركزوا معاه بالرجولة الشاش تحارب في وسط الكوبرا دور تحرقت هادي نجيب اوترا اللون ديال الكوبرا الأولى راه كان رمادي الدري في الكري فهمتوا تحرقت نجيب اوترا زعما هي الأخرى اللون بيض قوة الصا ناري بلان ناضي عربان هاد اللعيبة هادي بالرجل قوي دوز شتاكا بابا باش تزيد في لادوز تحت نزيد دابا في الحفرة اميغو شتاكا بابا تزيد في لادوز انت دابا فطنتي في الحفرة فطنتي الدراية فاقتي باش فاقتي في الحفرة كون تخشي في لابيدا راك عارفة كذاب واللي فيها تاقو من سمارة تاقو راه تاجهم رباب هنايا في الغابة جايبينها بالرجل وماشي في الصلاب بالروج لو ماشي في الصلابة حيت اللي يصلي بالدراري نتوما عارفين فهمتي كيدورو يدورو يجيبها في راسو خصك تكون راجل باش يعرفك هذا كأنك راه المعاملة هي تكون راجل الصاط فهمتي باش كتعمل معارف اللي كيعرفوك رجال وكيحقوك فهمتي ماشي ضروري تبان أنك خسار ولا صليب باش تحق الصاط تكون غير راجل بهضرتك بكلمتك صافي كريمو ماشي من دابا كندوزو محتاج كنخليو الضباب مش هني يبقاو مني ليك لاو مني كاملين بيهم يوم خام ضمنا شني باو مني ليك لاو مني كاملين بيهم يوم خام ضمنا بيك اب برودكتس ديال الشرقي الدراري احنا جينا من باندو كان يشوى بالليل اخدينا لينا دو شاندو عندي اللي عندي كعما عندو فمي صغير يا عندو بلا ما تعندو تفوز البين دوم على فكامون لقيتهم دمي كامل خان كوش سبت الكامل الليمون اي كاشيك مقاول علي ضروري موقيتو كفاري اموري واقف قلبي زولا مامي وسانكا كتقول لي مي اموري
هذه الساعه اللي بغيت نسقسيكم الدراري، كيفاش كيجيكم هذا الشيء هذا بالرجل؟ شوف ملي تشوفوني ساهم على التراك فريمون محمس نسمع اللي ما جا الصاد، نقوي التراك كيجذب تسمعو، فهمتي؟ كيخليك التراك ماشي كيجري عليك كيقول لك خرج فحالك ما تسمعنيش، التراك كيقول لك ها انا فحل لي ودنك الصاد، فهمت؟ بيك اب الصاد وحق الله، بروجي مقوده، خدمه ناضيه، باين انتم عارفين بين الكليب راه مخدوم، فهمتي؟ يعني شحال من بلايص بنادم تحرك دي بلاصه، فهمتوا بلان؟ وهادشي هذا راه يحترم عليه بالرجل. فصل البنزو باكي كاكول تفصل البنزو ما عرف كاموني لقيتهم دمي كامل خان كلش يثبت كامل لامون اي كنجيك مقاود علي ضروري ضروري مو كيتو كنجيك كنجيك كلش يثبت كامل لامون اي كنجيك مقاود علي ضروري كنجيك مقاود على اللي دارولي ما فهمت داكشي اللي وقع لي عليها حافظ بنادم غنشوف غنوقف قدامك غنعرفك الصاد فهمت ضروري مو كيتو كفاري اموري باقي في قلبي صولا مامي وستانكا كتقول لي باقي في قلبي صولا مامي الصاد فهمت قلب واحد بحسيتياسيون مدلله فهمتي فلان يعني هاد الحاجه اللي واعره بالرجل هاد الحاجه اللي فريمو واعره كاينش الوالده صولا مامي الصاد فهمت وكيقول ويفتخر عشيري فهمتي حيت الانسان اللي غتسال كانك وديك الحاله النصط ديالك ديال البيبي وانت راجل كبير خصك تخرج الوالده ديالك الصاد فهمتي فلان هاد نويطه مقوده اللي بنادم خصو الوالده تخيبير صورة مامي أصلا بلا الناضي بلا الناضي يا موري كلاك باو أميكو غيش عاجي وتيريف نا خلي الثنقة غادي تبيريف كلاك باو أميكو غيش عاجي وتيريف نا خلي الثنقة غادي تبيريف شني باو مني ليكلاو مني كامل بيهم يوم خام ضمني شني بامني بصح الدراري البلان هذا ديال الصحاب وهذا ديال لونتوراج ديالك وهذا البلان ديال هذا الشيء تقليل عقلي الدراري ديك الايام اللي كنتو بزاف ديال الدراري كتجمع وكدلع اهم حاجه عندكم المغزى النهار ديالكم يدوز لكم ناضي هما تلعبوا الصاط فهمت حتى لا تشعلت لكم في وسط النهار راه في العشيه ولا مثلا غيظلم الحال غتصلحوا مع بعضكم علاش ما كنتش ذاك النيه ديال الغدار وهذا غيغدرني ماشي بحال دابا الصاط فهمتي دابا بنادم كيجي قصدك الصاط يطيحك فهمتي عاد هو كيتنفخ عليك يقول لك لا ولا ما علينا راكم عارفين فهمتي دابا اي واحد كتوقف معاه كدير داك عين ميكا فهمتي داكشي اللي كيقول هو ماشي كامل مزوق واش فريمو كيدوي في الصح ولا غيزوق في الهضره ولا غيرسمها فهمتي بلان دابا ديما كتبقى داك علامه استفهام كاينه ضروري هذا البلان هذا يحق علي تكون هذا فريمو مقود جبد هذا الموضوع بحال هكا لحقاش هادشي اللي رجعنا كنعيشو مؤخرا واي واحد كتوقف معاه كدير منه واحد الطونسيون الكلام كامل ميلون فيهم خاطرنا بالباريو حنا جينا من الباردو كنعيشو بالليل حقينا لينا هادو شاندو عارفين اللي عندي كاع ما عندي بروج ولا دري موسيقى حنينه شمسي خدامه كتحس بحال داك التراك ديال بي ان ال داك بلانش بحال هكا فريم وركزوني مع هاد الدخله ديال الرفرا بالباريو حنا جينا من الباردو كنعيشو بالليل حاقدين علينا هادو شعندهم عارفين اللي عندي كاع ما عندهم في الميزان صغير اللي عنده عنده بلا ما تعندو اللي عنده راه عنده قبل ما تعندو فهمت خدم على راسك باش تطلع اما ما تعانتش الصاد فهمت بالباريو حنا جينا من باردو كنعيشو بالليل حاقدين علينا هادو شعندو عارفين اللي عندي كاع ما عندو في الميزان صغير اللي عندو عندو بلا ما تعندو الصخرة الصخرة هو هما بروتويز ديال الشرق يا الشباب بلا نقوض بالرجل اللي اول مرة غيعرف هاد الصوت هذا دخل لي فيريفي البلان ديالو كامل بلا تنساليو على داك التراك واد
ملي كيكون التراك طبعا مقوي شنو كنقولوا؟ شاروت اي واحد كان عنده اليد اللي غيخدم في هاد التراك هذا وساهمت في هاد التحفه الفنيه بالرجل. انا مزكني عاوتاني حيت التراك اللي كيكون واعر كنقول واعر، التراك اللي ماشي واعر ماشي واعر. الشباب البلان الثاني الدراري اللي اول مره كيكتشف شرقي دخل الشين ديالو الشباب غي الشرقي راه معروفه شباب زي مكتوبه تماك ولا نخليها لكم في الديسكريبشن، غيدخلوا غيكتشفوا البلان كيف جا يشوفوا التراكات ديالو القدام داكشي عنده مقود شي طليله بحال هكا في الشين ديالو الدراري نتوما غتعرفوا البلان. وكان هذا هو الرياكشن اللي عجبكم الرياكشن الشباب، نتمنى تابوناو وديروا جيم خليو داك اللايك ان شاء الله نزيدو نتحمسوا ونطلقوا لكم الجديد. خليكم دابا الدراري يلاه بيس.